بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أي إنسان بيحترم مقتنياته، مثلا موبايله ليه جايب له كفر جديد؟ لما ينزل له سوفت وير جديد يجدده، يحطه في حتة في مكان آمن، بيحافظ عليه، يعني بيحترمه. وأكتر شيء أنت بتقتنيه غالي عليك هو نفسك، فالإنسان لازم يحترم نفسه ويحافظ عليها ويطورها ويجددها ويخليها دايما بتبرق. نفسك أغلى ما تملك. مرة واحد زمان عمال بينشر شجرة بمنشار ومش عايز المنشار يتحرك في الشجرة خالص، فواحد عدى عليه قال له على فكرة المنشار بتاعك مش مسنون، سن المنشار. وأنا بقول لنفسي وبقول لكل واحد بيسمعني، سن المنشار، سن منشار نفسك، طور من قدراتك. أحد أكبر أسباب بعثة الأنبياء تزكية الناس، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. يزكيكم يعني يطهركم ويطور من نفوسكم. نفس البشرية موجودة في الدنيا للذكر والدعاء والقيم والأخلاق والعمل والبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء جم علشان يطوروا هذه النفس، يطوروها روحانيا عشان الإنسان يكون صلته بربنا عالية وروحه مرتبطة بربها سبحانه وتعالى عشان يكون عابد لله، ويطوروها أخلاقيا عشان الإنسان يكون سوي في معاملاته مع الخلق، ويطوروها مهاريا عشان الإنسان في علاقته بالكوكب بهذا الأرض يكون معمر للأرض وخليفة لله سبحانه وتعالى. وفعلا نجح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يصنع نفوس الصحابة، فصنع الشخصية القيادية أبو بكر الصديق، والحاكم العادل عمر بن الخطاب، والاقتصاد الناجح عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، والقائد الحربي العظيم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، والعالم الحافظ المتخصص أبو هريرة. كل واحد فيهم كان بيطور نفسه باستمرار فبرع وبقى بارز. وانت عندك حاجة اسمها عبادة الوقت. انت دلوقتي طالب، أب، أم، بتشتغل، لازم تبقى عارف إيه المهارات اللي تخليك من عمار الأرض، إنسان مؤثر فعال في هذا الكوكب اللي ربنا أمرنا بإعماره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وافتقادك لهذه المهارات الشخصية اللي تخليك إنسان ناجح ده ظلم للنفس. عشان كده لو أنت طالب لازم وأنت طالب تتعلم مهارات العمل. في حاجة اسمها سوق العمل، إزاي تتعامل مع مديرك ومع زمايلك. في كمبيوتر لازم يكون في السي في بتاعك، ولغة هتحتاجها في سوق العمل. طور من نفسك وما تتدلعش في الأجازة وفي الدراسة. لو أنت شاب ولا بنت وداخل على جوازة جديدة لازم تتعلم مهارات معاملة شريك الحياة. اوعى تبني على خبراتك السابقة في معاملة صحاباتك أو معاملة زمايلك اللي في الكلية. في حاجة اسمها زوج أو زوجة، وياما كتب اتألفت ومحاضرات لازم تسمعها وتقرأ. والأصعب إنك تكون هتخلف، هترزق بمولود جديد سواء أنت أب أو أنت أم، وما قريتش كلمة أو سمعت حرف عن تربية الروح الجديدة اللي هتكون في بيتك، ومعتمد على معلوماتك. جبتها منين أصلا معلوماتك؟ لازم يا جماعة نطور من مهاراتنا الشخصية اللي تخليك إنسان فعال حيث أنت. ولو بتشتغل أي شغلانة فيها أي تخصص دايما تعتمد على العلم، اوعى تعتمد بس على خبرة الأيام، لأن خبرة الأيام هي مزيج التجارب مع العلم كمان. طور من نفسك. والتطوير من نفسي بيكون بأربع حاجات، إما بسماع، سماع مواد تعليمية تطور من مهاراتك الشخصية، أو بقراءة. لازم يكون في كتاب في إيدك دايما. واللي طور الغرب إن هم دائما هو واقف في الطابور بيقرأ، وهو قاعد في المترو بيقرأ. لازم يكون في كتاب بيطور مهاراتك الشخصية تكون بتقرأه هذه الأيام. ولما عندكش انزل بسرعة اشتري كتاب أو اعمل له داونلود من على الإنترنت. سماع، قراءة، حضور احضر دورات تدريبية تنمي مهاراتك الشخصية، تبقى انسان عندك مرونة وعندك تفكير إبداعي وعندك مهارة حل المشاكل وعندك مهارة انك انت تشتغل تحت ضغط وتعرف تشتغل وفي ستريس في حياتك. كل دي مهارات تخليك ناجح اكتر في حياتك العملية كإنسان فعال في هذه البلد. يبقى سمعت، قرأت، حضرت، يبقى ملازمة اهل الخبرة. خلي عندك مرجعية في حياتك تاخد رأيه. اللي عايش بيطور نفسه ده بيتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيتشبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لتزكية النفوس. وإن شاء الله اللي بيدرس حاجات تطور مهاراته الشخصية ده علم نافع في ميزان حسناتك، وتبعث بإذن الله مع سيدنا محمد سيد أهل التطوير وسيد أهل المهارات اللي بعث ليزكي النفوس. ربنا يهدينا وينجينا ويخلينا ناس صالحين فعالين عمار لهذه الأرض. وربنا معاكم والحمد لله رب العالمين.